روح لملف الغش التجاري. تمام. وده ملف المصريين كلهم يعني بيتعذبوا كل يوم، لانه للاسف بيبقى فيه حاجات ما لهاش شهادات للمنشا، حاجات مهربه، حاجات بتبقى زي ما سيادتك قلت من بير السلم. سليم. نبدا من ناحيه المدخل القانوني. اللي بيغش تجاريا بيدفع 10,000 جنيه او سنه سجن، وما بيتسجنش في المعارضه يعني بيدفع 10,000 ويطلع فيغش 5,000 فيغش تاني. الغش هيجيب له مكسب اكتر من 10,000 اللي هيدفعه. الشق القانوني ازاي بيتعامل مع قصه الغش التجاري في رايك؟ الشق القانوني احنا طالبين دلوقتي تعديل قانوني بحيث ان الحبس يبقى وجوبي، يعني انت غشيت سلعه لا الغرامه دي اخليها على جنب، ولكن لما تاخد سنه يبقى هتنفذ السنه كامله. دي هترضى؟ ممكن اعمل كده يا فندم؟ احنا طالبين عدد الحالات الكبير جدا طالبين. ما هو لما يلاقي بقى الغش بيبقى فيه الحبس وجوبي هتلاقي المنحنى نزل وانخفض. لكن زي ما حضرتك اشرت ان هي بتكتفي على الغرامه، فعشان كده ما حد مش رضعه العقوبه من الاخر مش رضعه. لكن لما توصل عقوبه ده محتاجه للحبس. تعديل من مجلس النواب. يعني هو في مرحله حاليا ومعروض يعني، وفي حمايه المستهلك كمان عارض تعديل للقانون بتاعه بالكامل. اعتقد ان الدوره دي ان شاء الله هيظهر للنور يعني. هيبقى ماشي معانا برضو بقوه، هيفرق في موضوع الغش التجاري. ما الغش مش تجاري بس، ده غش غذائي وغش طبي طبعا في غش كل صناعي. بس في قضيه جايبينها قريب لقطع غيار سيارات مستورده من احد الدول الاسيويه، وبيغير العلب الكرتون بالكامل في خلال مطبعه، وعاملها بقى ميد ان جيرماني بين جابان، ويحط العلب انها دي منشا اوروبي ومنشا ياباني ومنشا. بس معلش في الحته دي يا فندم عشان عايز افهمها يعني. اتفضل. دي مسؤوليه حضراتكم ولا مسؤوليه المنفذ اللي هو المينا اللي بتيجي منها السلع؟ المينا طبعا، لان يعني انا بشتغل داخليا. انا ما بشتغلش خارجيا. طب ما القصه بقى هتتعالج من الجمارك او المينا، اللي هي لما تكشف اي حاجه تبقى المشكله من هنا. خلي بالك هو الرساله دي ما بدخلهاش بالكامل، انها رساله قطع غيار سيارات مستورده، بدخلها من ضمن قطع غيار سليمه. يعني مثلا نص الحاويه قطع غيار تلاعب، وبيدخلها بياخد دي مظبوط يا فندم. فهو لما بيجي يتم تفتيش الكونتينر ما بفتحوش كله، بتعدي. انا بفتح واخد منه عينه من وسط من العشوائيه كده وبتعدي الباقي.